السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحبوا بكم في الأكاديمية ديالنا، وكنحييكم كنحييو المواطنين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، وكنحييو الأخوان ديالنا في العالم العربي إن شاء الله. وكنرحبوا بكم في هذه القناة اللي كتقدم لكم إن شاء الله جديدها كل مرة إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لكم تشاهدوا هذا الفيديو ديالنا، ونتمنى لكم الصحة والسلامة إن شاء الله، ومرحبا بكم. غادي نشوفوا الوصفة ديالنا اللي هي عبارة عن واحد الديسير رائع إن شاء الله، كيجي ممتاز ديال الليمون والبنان ان شاء الله. هذا ما غاديش نديرو فيه لا بيض، يعني ما فيش البيض وما فيش سميتو، يعني ما غاديش نطيبوه في الفرن مباشره. اولا دائما خصنا نعرفوا المقادير اللي غادي نعتمدوا شي مقادير. غادي نشوفوا المول ديالنا اللي غادي نخدموا فيه المقادير ديالنا. المول هذا فيه 25 سنتيمتر في العرض ديالو، وفي الطول ديالو في لاهوتور ديالو فيه 6 سنتيمتر. اذا هاد المقادير غادي يصلحوا ليا لهاد العدد، لهاد المول الكبير ان شاء الله. وكنشوف ان بعض الناس كيقول لك علاش الشاف كدير وصفات كبار. الله يخليكم، الوصفات كبار ماشي مشكله، واخا ندير وصفه كبيره يمكن لكم تقسموا المقادير ديالكم. مساله قسمه، مساله قسمه ان شاء الله. نقسموهم على جوج، نقسموهم على اربعه، وغادي نحصلوا على داكشي اللي بغيتو، على داكشي اللي بغيتو نتوما. ماشي انا درت انا هاد المقادير، يكون لكم ديروا نتوما هاد المقادير. اللي عنده عائله كبيره بطبيعه الحال غادي يدير هاد المقادير، اللي عنده عائله صغيره بطبيعه الحال خصو يقسم المقادير على جوج. اللي عنده في المثال العائله ديالو عندها خمسه الناس، يمكن لهم يقسموهم على جوج. اللي عنده عائله اقل من داكشي يمكن لهم يقسموهم على اربعه، وغادي يحصل على النتيجه اللي كنحصلوا عليها. مساله قسمه، يعني نقسموها على اربعه او نقسموها على جوج، هذا هو سميتو ان شاء الله. مرحبا بكم. اولا غادي خصنا بسكوي، بحال بسكوي بحال هذا. انا درت بسكوي مخلط، درت هذه الماركه، درت هذه الماركه، يعني بسكوي اللي غادي ندير في القاع ديال المول ديالي ان شاء الله. درت هنا تقريبا واحد 250 غرام ديال البسكوي. هنا عندنا واحد السيرو، هذا السيرو فيه شوكولا كحله، هو اللي غادي نخوي ان شاء الله فوق البسكوي ديالي. شوكولا كحله ممتازه، يعني السيرو، السيرو على بطبيعه الحال السيرو اللي خدمنا به ان شاء الله هو هذا، هذا السيرو هو هذا. وهذا السيرو غادي نصوبوه ان شاء الله بواحد نص لتر ديال الماء، ونصوبوه بواحد 300 غرام. هنا 300 غرام ماشي 250 غرام، 300 غرام ديال السكر. السيرو خصو يكون ايبي، خصو يكون غلي ثقيل شويه ان شاء الله. عندنا السيرو، وعندنا واحد العصير ديال اربعه ديال الليمونات ان شاء الله، اربعه ديال الليمونات. عندي واحد لجوج ليمونات، عندي واحد اربعه ديال البنانات على حسب العائله ديالكم. عندي واحد الليتر ديال الكريم فريش. هنا عندي ان شاء الله واحد سميتو ديال هذا الكونسونطري ديال لورونج، يعني كونسونطري ديال لورونج ديال الليمون ان شاء الله. هنا عندي ان شاء الله واحد شويه ديال السيرو، شويه ديال السيرو ايضا خديته من هذا، من هذا اللي صوبت. وهذا السيرو ديالنا هذا باش غنصوبو لاجيلي الفوق، عندي الليمون وعندي هاد السيرو. هاد السيرو فيه يعني ملي صوبت السيرو ديالي باقي سخون، كنضيف ليه واحد 20 غرام ديال الجيلاتين، كنضيف ليه 20 غرام ديال الجيلاتين باش يجيني، يعني هاد السيرو باش يجيني هو اللي غادي ندير به الفوق ان شاء الله، اللي غادي يجي كيلمع ويجي بحال ورقه شاده راسها ان شاء الله. مرحبا، غادي ننطلقوا على بركه الله. هنا كناخذوا هاد البسكوي ديالنا. اولا وقبل كل شيء غادي ناخذوا الليمون، غسلنا الليمون ديالنا، غادي نقطعوا، غادي ناخذ الليمون ديالي بحال هكا، نقطع ليه شويه هاد القدام، ونقطع ليه شويه من هنا، وغادي نقطعو بحال هكا. ما غاديش نقطعو، غادي نفوت النص شويه، نفوت النص ان شاء الله بحال هكا، هكا غادي نقطع منه بحال هكا. وغادي نديرو، نحاول ندير سميتو ديالي رقيق. هاد لي مورسو ديالي نديرهم رقاق، ما يجيوش غلاظ، باش نزينو به المول ديالنا من لي كوتي ان شاء الله. غادي نقطعو بهاد الطريقة، ما يكونش غليظ بزاف وما يجيش رقيق بزاف. على بركة الله. اولا وقبل كل شيء غادي نديرو بحال هكا، هانتوما كنلصقوها مع المول ديالنا بحال هكا. كنحيدو هاد العظمة ديال الليمون، هنا كاين باقي شويه العظمة،
ونديروا الليمون ديالنا، تبعوا الليمون ديالنا تنسدوا كاع الجناب بحال هكا ان شاء الله. ملي درنا الليمون ديالنا درناه هكا في الجناب، ضغطنا عليه شويه باش يجي شاد لينا في المول بحال هكا. غادي نجيبوا ان شاء الله بسكوي بحال هكا، غادي نديروا بسكوي ديالنا في الارضيه ديال المول. بسكوي غير هرسناه مرصوات يعني عشوائيا، ما هرسنا ما طحناش بحال هكا. يعني درت نوع ممتاز ان شاء الله ديال البسكوي، درت جوج انواع. الانسان يدير داكشي علاش قاد ان شاء الله، ماشي مشكل، ماشي لا مارك بالضبط، غديروا لا مارك اللي كتعجبكم، اللي كتعجبكم في المذاق ديالها وتعجبكم في البو ديالها ديروها، وحاولوا ان شاء الله باش تقادوا البسكوي ديالكم بحال هكا. هنا بعد ما درت واحد الكوش ديال البسكوي كندير بحال هكا، كنرش عليه هذا السيرو ديال الشوكولا، كندير هذا الكوش ديال السيرو بحال هكا، كنعاود ندير البسكوي ديالي باش لتحت كلشي بسكوي خص يجيني لتحت ان شاء الله. هذا السيرو الشوكولا، الشوكولا المزيانه، اللي ما عندوش يقدر يدير البودر كاكاو شويه حاره باش نحصلوا على مذاق زوين ان شاء الله. هنا ما كنطحنش البسكوي ديالي، كنخليه هكا باش تجيني فيه ديك يعني تقرمشه ان شاء الله ويجي زوين. غادي نعاود ندير السيرو هذا، راه واحد ديسير زوين ممتاز، كيصلح للضياف، كيجي زوين تبارك الله، يعني جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم. عاود ندير شويه هنا، كنهرسو شويه باش نسد هاد القابي بحال هكا، كنهرس البسكوي ديالي شويه بحال هكا. هو غادي ديروا داكشي اللي عمر لكم المول ديالكم، لان هذا ما تحكموش على ان قلت لكم ديروا 200، ديروا على حساب المول. الا كان المول كبير ديالكم بحال هكا ديروه، ما كانش ديروا اللي قدكم ان شاء الله. يكفينا هذا المقدار. غادي نجيب غادي نطلعوا على كريم ديالنا، هاد الكريم هنا غادي نجيب واحد هادي باش كنطلعوا على كريم مزيانه، اللي عنده اضطراب اليدوي بحال هادي زوينه، يعني كتكون مسدوده كتخوي فيها الكريم ديالكم باش ما يتنقزش لكم الكريم، باش ما يطيرش لكم على الحوايج ديالكم ويطير على الطبله ويطير، يعني كنديروا فيها الكريم بحال هكا. هذا الكريم هولالا، درت لا مارك هولالا اللي فيه السكر، هانتوما غادي نسد هادي ديالي هكا، وغادي نخوي المركز ديال الليمون ان شاء الله على الكريم ديالي، وغادي نخوي عليه ان شاء الله شويه ديال السيرو اللي قلت لكم، هاد السيرو اللي فيه جيلاتين اللي غادي يجمع ليا شويه الكريم ديالي حتى هي. ها هو نتوما كتشوفوا هكا، عطين واحد الطراب اليدوي
كما كتشوفوا لاكريم ديالنا طلعناه، واني ماشي طلعناه حتى وقف، ما بغيتوش باش يطلع بزاف. غادي ناخذ البنان ديالي حتى هو غادي نقطعو، كناخذوا البنان ديالنا كنقطعوها على جوج بحال هكا هكا، كنقسموها شرائح بحال هكا. غادي نديرو كمية ربعة البنانات تقريبا في هاد بحال هاد بحال هاد لاطارت ان شاء الله، باش يبان فيها البنان. البنان مع الأورانج مع لاسيرو د الشوكولا كتجي رائعة. دائما دائما البنان ديالكم خليوه حتى اخر حتى تبغيوه سميتو عاد قشروه، ما توجدوش البنان وتقطعوه وتحطوه، لان كنعرفوا ان البنان كيكحال الا وجدناه بحال هكا كيكحال، ما بغيناش يكحال لينا. فوق هاد الباستا فوق هاد سميتو غير شويه، وان شاء الله غادي نجيبو لاكريم ديالنا اللي طلعنا نص طلعه ماشي طلعناه بزاف. طلعنا بحال هكا غادي نزيد لي شويه باش ما خصوش ما يجيش جاري ما يجيش طالع بزاف. هكا هنا كندير الكميه ديالي بحال هكا ديال لاكريم، هانتوما كتشوفوا الطلعه ديالو كي كاينه كي جات. هنا كنحرك وكنجيب واحد المعلقه، معلقه كنقاد بها لاكريم ديالي بحال هكا هكا. هانتوما كتشوفوا كنقادوه ونعمروا هاد البلايص ما بين الليمون وخوه، ونحاولوا ليمون ديالنا يشتي الا شفنا شي وحده نديرو الكريمة بيناتهم، ونديرو هنا البنان ديالنا كامل. هاد البنان نفرقو على المول ديالنا. هنا عندنا واحد الديسير رائع وبسيط جدا، بسيط سهل يعني، ما فيه تمره ما فيه حتى حاجه يعني. لا كريم يمكن لكم تخدموا اي نوع الكريم، انا درت لامارك اللي درت راه قلتها لكم، واخا ما خصناش نديرو بيبليسيتي الشركات يعني. هكا وغادي نخوي ان شاء الله الكريم هكا، وغادي نحاول نقاد الكريم ديالي بحال هكا. نتوما وهذا غادي ندخلو الكونجيلاتور حتى يقصح حتى يقصح مزيان حتى يشد راسو مزيان، عاد نخرجو باش ندير ليه داك الجيلاتين اللي غندير ليه الفوق ان شاء الله، داك العصير ديال الليمون. وهذا غادي نسخنوه ديك الساعه واحد شويه، ما خصوش يكون سخون، خصو يكون دافئ لا اقل ولا اكثر باش ما يذوبش لينا الكريم ديالنا. وغادي ان شاء الله بحال هكا ملي تكملوا ضربوه بالمول ديالكم بحال هكا. هانتوما شوفوا شي فقاعات كيبانوا لكم كيخرجوا منه، هذوك الفقاعات البلايص الخاويين باش يجي لك الكريم ديالنا ما تجيش فيه بلاصه خاويه ان شاء الله. هانتوما هاد الفقاعات كيخرجوا، ضربوا به حتى ما يبقاوش الفقاعات كيخرجوا ان شاء الله باش يجي هكا. ها هو هنا كندوزوا الصبع ديالنا بحال هكا باش ما نخليوش هنا لاكريم، باش الا درنا داك الغلاف الخارجي الشفاف ان شاء الله يجي يبان مزيان. ها هو غادي ندير الكونجيلاتور ديالي، درنا مركز ليمون مع ليمون مع السيرو اللي درنا فيه الجيلاتين اللي وريناكم قبيله، خلطناهم حتى كيرجع بحال هكا ان شاء الله. غادي نحاولوا نديروه فوق لاطار ديالنا اللي بارده شويه، لاطار ديالنا راه بارده وهذا المركز حتى هو بارد شويه،
ما يكونش سخون دائما، ما تخلطوش بحال هاد الا بغيتي ديرو بحال هاد الشفافيه باش يجي شفاف ويجي زوين في المنظر ديالو، ما ديروش سخون، يعني الا درتو سخون غادي تخلط لكم مع لاكريم ديالكم وغادي يعني يذوب لاكريم وما غاديش يجي في المنظر ديالو زوين. نديرو بحال هكا ان شاء الله وندخلوها تتبرد ان شاء الله عاد نديكوريوها. بعد ما كنكملوا ان شاء الله يعني كتكون جلالينا كنخرجوها كنديمو ليها كنحيدو ليها المول، هي هكا كتجي ان شاء الله. وكندير واحد القبان ديال الشوكولاط بحال هكا كنزينها بها، يمكن لكم تزينوها بالطريقه اللي بغيتو ان شاء الله. غادي نقطعوا منها واحد شويه باش نشوفوا هاد الروعه ديالنا ان شاء الله، هاد الديسير اللي كيجي ممتاز باذن الله. غادي نقطع منه شويه بحال هكا، ها هو الديسير ديالنا هكا كيجي، كيجي بحال هكا ممتاز ان شاء الله. مرحبا، هذا هو كيجي ممتاز، كيجي بسكوي كيجي لاكريم، يعني كيجي ممتاز جدا جدا، يعني خفيف وكيدوب في الفم، يعني هاد لاكريم يعني كيدوب كيجي دايب. نتمنى منكم ان شاء الله تجربوا هاد الديسير اللي وريتكم، راه ديسير فعلا ممتاز ممتاز باذن الله. علاش لاكريم ديالنا ما طلعناش باش يجي قاصح، باش تجي لاطارت تجي لاكريم ثقيله شويه، لاكريم خليناه طلعناه نص طلوع، وداكشي علاش كيجي لاكريم بحال هكا. ها نتوما كتشوفوا، شوفوا التكستور ديال لاكريم كي كتجي بحال شي كلاص، بحال شي كلاص، يعني لاكريم كيدوب. ها نتوما شوفوا كيبان بحال كلاص ان شاء الله. نتمنى منكم ونتمنى لكم ان شاء الله جربوا هذا الديسير ديالنا اللي هو مهم جدا وممتاز جدا ان شاء الله. ومرحبا بكم، كنرحبوا بكم بطبيعه الحال في القناه ديالنا اللي هي قناتكم، وكنتمنوا لكم تقضيوا معنا اوقات طيبه في هذه القناه. وكنحيوا الاخوان ديالنا في الخارج والاخوان ديالنا داخل الوطن، الاخوان والاخوات المشاهدين الكرام داخل الوطن وخارج الوطن وفي العالم العربي ان شاء الله. ومرحبا بكم، هذه قناتكم، ونتمنى لكم ان شاء الله الصحه والسلامه، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.